نائب السواقين بالشمال شادي السيد. نحن بنتشكر القوى الأمنية، بنتشكر الجيش اللبناني اللي واجبونا من صباح من الساعة 5 الصبح بهيدا الاضراب اللي كان نحن اضراب من غايته انه نسكر طرقان. نحن بنوصل كلمتنا لحتى توصل للمسؤولين اللي دينيهم حاطين فيهم قطن ما بقى عم يسمعوا. اول شيء شوفوا ورانا صار حادث لكم يوم، شوفيره سوري دغري نزل من الشحن وهرب، شوفوا لوين ضرب 4 سيارات نحن وفي جريح فيهم. نحن عندنا كمان تاني شيء، عندنا الامور اللي بتتعلق بالسائق العمومي خط احمر، ما ممكن بقى نسكت عنه. منا خطة النقل اللي هي بتريح الشوفير وبتريح من عجقة السير، منا المعاينة الميكانيكية بدنا اياها ترجع لكنف الدولة، نحن ما ندفع مصرياتنا للدولة، ما ندفع لشركات خاصة. منا السائق الاجنبي وخاصة السوري اللي ضبطه هو 200,000 وضبطه اللبناني 1,200,000، كذلك الأمر السيارات المزورة والمكررة واللوحات خصوصية واللوحات مدهونة، هذا كله ما بقى نسمح فيه. نحن أمام هذا الواقع، اليوم سكرنا الطريق الدولية والطريق البحرية، ونحن بعدين حنصعد على أكثر وأكثر إذا ما تحققت مطالبنا. شكرا.